الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد تناولت أكرمك الله حبوب تأخير الدورة في شهر رمضان، وفي شهر شوال نزل عليها شيء يشبه الكدرة لمدة يومين متتالية في فترة الحيض طبيعية لكل شهر، وبعده بأسبوع نزل عليها أيضا كدرة لمدة يومين، مع العلم أن الحيض نزل عليها في وقت آخر يسبق ذلك كله بمدة أسبوعين تقريبا بسبب العلاج. في اليومين الأول تركت فيهما الصلاة توقعا منها أنه كان حيض لوجود بعض الأعراض، أما اليومين الثانيين لم تتركهما مع الحرص على الوضوء لكل صلاة. تقول هل أقضي الصلاة اليومين الأولين؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة التي تسبق نزول الدم تأخذ حكم الحيض إذا كانت متصلة بنزوله، فإذا رأت المرأة شيئا من الصفرة أو الكدرة لمدة يومين مصحوبة بشيء من آلام الحيض ثم نزل بعد هذين اليومين دم الحيض المعتاد، فهذه الصفرة والكدرة هي التي تأخذ حكم الحيض، فالصفرة والكدرة التي تسبق نزول الدم تأخذ حكمه إذا اتصلت به من غير انفصال. وبما أنك أيتها السائلة ذكرت أنك رأيت في يومين صفرة وكدرة ثم رأيت بعدهما جفوفا كاملا بمقدار أسبوع أو أكثر أو أقل، فإن هذه الصفرة والكدرة لا تعتبر من الحيض لانفصالها عن نزول الدم، وبناء على ذلك فيكون تركك فيهما للصلاة ترك خاطئ، فعليك بارك الله فيك أن تقضي هذه الأيام هذين اليومين اللذين تركت فيهما الصلوات، لأنك تركت الفريضة في وقت لا يجوز لك تركها فيه. ومن باب إفادتك أقول إن الصفرة والكدرة لا تخلو من ثلاث مواضع: صفرة وكدرة تسبق نزول الدم، وصفرة وكدرة تكون بعد انقطاع دم الحيض وفي أثناء أيام العادة الشهرية، وصفرة وكدرة بعد رؤية الجفوف والقصة البيضاء. فأما الصفرة والكدرة التي تسبق نزول الدم فإنها تأخذ حكم الحيض إذا كانت متصلة به، ولا تأخذ حكم الحيض إذا كانت منفصلة عنه، وهي تلك الصفرة والكدرة التي تسألين عنها أنت. وأما الصفرة والكدرة التي تكون في أثناء أيام الدورة بعد انقطاع الدم، كأن يكون عادة المرأة ستة أيام ولا ترى الدم إلا ثلاثة أيام، وأما الثلاثة الأيام الأخيرة فإنها صفرة وكدرة، فهذه صفرة وكدرة في أثناء أيام العادة. والمتقرر عند العلماء أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. وأما الثالثة فهي الصفرة والكدرة بعد رؤية الجفوف الكامل أو القصة البيضاء، فهذه لا تعتبر شيئا لما في صحيح البخاري من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وهذا لفظ أبي داود، والله أعلم.